مباشرة عبر الهاتف الكابتن ماهر السيد رئيس نادي الوحدة. يسعد لي مساك كابتن ماهر، واهلا وسهلا فيك عبر وان جول والإخبارية السورية. يسعد مساك استاذ انس، تحياتي لك وبحب مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. قرعة طبعا يلي مجموعة صعبة لفريق الوحدة، راح تجمعه مع العهد اللبناني حامل لقب وفريق الحد البحريني إضافة إلى النصر العماني. كفريق الوحدة كيف تلقيتوا هاي المجموعة للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي بعد الصعوبة اللي صارت خلال الفترة السابقة، وشفنا الحمد لله ممثلي سوريا فريق الوحدة وتشرين بهي البطولة؟ طبعا أول شيء الحمد لله رب العالمين، قدرنا أنه إحنا مثل ما بنعرف يعني رجعنا لحقنا إحنا وفريق تشرين أنه نرجع نشارك، والمقعدين أنه ما راحوا على سوريا الحمد لله رب العالمين، وتفادي الخطأ اللي صار بالسابق. ونحن بالعكس تعذبنا أكثر من فريق تشرين كونه نحن بطل الكأس. تشرين مشاركته عمل الترخيص الآسيوي اللي هو الاتحاد، نحن بلشنا بترخيص الاتحاد بعدين رجعنا وشفنا نادي حطين دخل على الخط أنه عم يعمل ترخيص الأبطال، ردينا رجعنا حاولنا أنه نعمل ترخيص الأبطال مشان ما يروح علينا المقعد. لقينا بعد منها أنه بعد ما شافت اللجنة المختصة بالاتحاد الكرة أنه الملفات ضعيفة كونه ولا فريق بسوريا قادر أنه يعمل ترخيص الأبطال، ردينا رجعنا عملنا ترخيص الاتحاد حتى انقبلنا. كان في عذاب كتير كبير، بتشكر كل من اشتغل وساعدنا من أبناء النادي لحتى نقدر نعمل الترخيص. بالنسبة للقرعة سؤالي سألتني عنه، طبعا نحن وفريق تشرين إن شاء الله بنقول أنه تكون حظوظنا كبيرة، نحن عم نمثل سوريا هلأ، ما عم نمثل بس الناديين، ونحن هلأ عم نمثل سوريا خارجيا. بتمنى أنه تكون حظوظنا كبيرة. بالنسبة للفرق اللي إجت معنا بالمجموعة، نحن كفريق الوحدة بتقول عنها متوازنة لأنه شفنا الفرق مثل فريقنا بدورياتهم، بقول عنها متوازنة، وإن شاء الله إحنا مو بس للمشاركة رايحين، حتى رايحين للمنافسة إن شاء الله رغم صعوبة الأمر لأنه اختلف نظام البطولة. صار نظام البطولة بيقول إنه المركز الأول هو اللي بيتأهل لنصف النهائي مع أحسن ثاني من ثلاث مجموعات، صار في صعوبة عكس البطولات السابقة اللي كان بيروح الأول والثاني من المجموعة بيتأهل. هلأ مثل ما بنعرف بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم صار في تخليص وصار على دور تجمع مو موضوع ذهاب وإياب. كابتن ماهر، يعني أنت حكيت عن أنه رايحين ننافس، فريق الوحدة رايح ينافس بهي البطولة، مثل ما حكيت أنه ثلاث مجموعات بيتأهل صاحب المركز الأول إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني من المجموعات الثلاثة، لكن نروح ننافس يعني ظروف مؤمنة أفضل لازم تكون لفريق الوحدة. شو الطموحات بالنسبة للاعبين اللي ممكن يتعاقد معهم فريق الوحدة؟ سمعنا فريق تشرين ممكن يتعاقد مع لاعبين محترفين لهي البطولة بالتحديد، فريق الوحدة شو أولوياته؟ قبل ما تجاوبني على هذا الجواب، غسان معتوق باقي مع فريق الوحدة؟ والله إن شاء الله باقي مع فريق الوحدة، ونحن متمسكين فيه كإدارة نادي وأنا كمدير فريق متمسكين فيه، ونكمل المشوار مع بعض إن شاء الله مثل ما بدأنا. نعم. وبخصوص السؤال اللي سألتني، الأمور كلها مؤمنة، الإدارة ما قصرت نهائيا، أمورنا المالية مع اللاعبين ومع الجهاز الفني أمورنا مثالية بإذن رب العالمين، لكن شوي خاننا التوفيق ببعض المباريات خلال ظروف صارت معنا بالمرحلة الذهاب اللي هي الإصابات المتعددة، وخاصة موضوع الحرمانات اللي بدأنا فيه الدوري ونحن لحد نهاية الذهاب ما لعبنا ولا مرة بالتشكيل الأساسي. هذا الشيء إن شاء الله حنحاول أنه نحن نتلافى بمرحلة الإياب ونحضر حالنا بشكل جيد مع قدوم اليوم إن شاء الله مساء 4 لاعبين أجانب، لا يكون تحت أنظار المدير الفني للفريق كابتن غسان اللي يختار بعض المراكز اللي ناقصة للبطولة الخارجية إن شاء الله. أربعة لاعبين أجانب رح يكونوا موجودين بفريق الوحدة؟ موجودين لحتى يتابعون الكابتن غسان لأنه ما بتكفي الفيديوهات بصراحة، ونحن مثل ما بنعرف أبعاد هلا كل البعد عن موضوع الخارجي، بتعرف أنت ومتابعتنا والحظر اللي صاير على سوريا بشكل عام مو بس بالرياضة بكل شيء. فهلا احنا حيكون في متابعة لهدول اللاعبين ان شاء الله بدمشق من خلال التمرينات او ان صار في بعض المباريات الودية لحتى نشوف اللاعبين
اللاعبين هن 3 من نيجيريا وواحد من غانا. ثلاث لاعبين من نيجيريا ولاعب من غانا، المستوى تبعهم كابتن هن مستوى اول مستوى ثاني؟ ان شاء الله هذا اللي بدنا نشوفه نحن على ارض الواقع بالملعب ان شاء الله، ومتابعه الكابتن غسان والجهاز الفني طيب لالون، واللاعبين هن مركزهم واحد مدافع واحد بيلعب محور واثنين مهاجمين. طيب كابتن ماهر، يعني نسمع في الاونه الاخيره عن مشاكل تحصل داخل أروقة فريق كرة القدم بالنسبة لفريق الوحدة، مشاكل بين اللاعبين الكبار ممكن عم تأثر سلبيا على الجمهور، الجمهور عم يتناقل هذا الكلام، وسائل التواصل الاجتماعي عم تحكي كتير عن ما يحصل داخل فريق الوحدة، شو بتطمن الجمهور؟ هل هناك لاعبين بفريق الوحدة أكبر من النادي بيعتبروا نفسهم؟ لا اسمح لي استاذ انس، هذا السؤال مو صحيح نهائيا. لنقل لك الصوره، هذا الكلام في نوع من التجني على الفريق او في غلط بالسؤال. نعم نهائيا ما عندنا مشاكل نهائيا بين اللاعبين او بين الجهاز الفني والاداري. يعني انت تنفي كل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نهائيا هذا الكلام حتى على التواصل الاجتماعي مو موجود نهائيا، ما عندنا خلافات نهائيا. مشكلة أيمن عقيل وعبد الهادي شلحة كابتن، هذا سؤال ثاني. اي اما نحن بالنسبه للاعبين الكبار واللاعبين المخضرمين وحتى اللاعبين الصغار نهائيا عندنا استقرار فني واداري ومالي وكل النواحي، وهذا اكيد شيء مهم كابتن ماهر، يعني اكيد نحن مهم نسمعه ومهم توضحه، لانه اكيد نحن بنسمع، يعني نحن بنشوف مثل ما كل الناس بتشوف، في بعض من يكتب ومن يقول، ننقل الصوره وحضرتك وضحت، وهذا الشيء اكيد كثير مهم. لكن نعم نحن شركاء بالنجاح. صحيح. انتم الاعلام السوري المميز، صح، قناه الاخباريه وبرنامج ون جول وبرنامجك المميز حبيب القلب، ما بننقل غير الشيء الصح ان شاء الله. بس مثل ما بتعرف بكل نادي في مغرضين وفي معارضين لموضوع عمل الاداره، ونحن موجودين عنا كثار مو بس بنادي الوحده، بكل الانديه. صحيح. بس نحن في عنا بشكل خاص نادي الوحده، نادي مميز، نادي له شعبيته الكبيره، نادي بدمشق، نادي واجهه سوريا. بقى طيب. على طول بيكون في عندنا ناس، وهذا شيء صحي انه يكون في لك معارضين، ونحن بنتقبل النقد البناء دائما. اما اي شيء بياثر على الكيان وعلى نادي الوحده اكيد نحن حنوقف ضده بقوه. على كل حال نحن نتمنى ان يكون البيت الداخلي دائما بخير بالنسبه لفريق الوحده، وكل التوفيق لكم. الحمد لله البيت الداخلي بخير مو بس في كره القدم، في كل الالعاب، ونحن ان شاء الله مهتمين بجميع الالعاب اللي داخل النادي. نحن وضعنا بكره السله ان شاء الله حيكون جيد ان شاء الله بمرحله الاياب، بكره الطائره متصدرين بكل الالعاب، بالملاكمه كمان حنكون ابطال على مستوى الجمهوريه، حتى بالسباحه اللي هي اللعبه الخامسه بالنادي كمان عندنا ابطال مميزين. الحمد لله امورنا بالشق الاداري مميزه، واستقرار كثير جيد ومؤمن لكل اللاعبين، والعمل الاداري كثير جيد. اكيد جهد واضح كابتن ماهر، انت رياضي وبتعرف اوجاع اللاعبين الرياضيين، وهذا الاسئله اللي نطرحها بشفافيه اكيد جواب صريح وشفاف منك، بيسمعوا اللاعبين بيسمعوا الجمهور، واكيد راح يتلقوا كل الكلام هذا بشفافيه. نحن بيهمنا اكيد يكون فريق الوحده بافضل حال بكل الالعاب الرياضيه، ان شاء الله الانجاز بيكون اسيوي هذا الموسم لفريق الوحده، وبنحتفل سويه مع فريق الوحده وفريق تشرين ايضا ممثل سوريا الثاني. وانا اتمنى التوفيق من الله عز وجل لنا ولتشرين بالمحفل الاسيوي، ونرجع بقوة للوضع الطبيعي. وأنا سمعت حديثك قبل شوي على موضوع أبطال آسيا، لو كان هو غير موضوع إذا بدنا نحكي بكل شفافية وبكل صراحة، صعب جدا، صعب. خلال الفترة القادمة هي القصيرة، السنين القادمة سنتين أو ثلاثة، يكون أي فريق بأبطال آسيا. هذا مو نوع من التشاؤم، لا أنا على طول متفائل، بس نوع من الموضوع أنه نحن بدنا وقت، وبعيدين كل البعد عن موضوع أول شيء الترخيص الأبطال، ثانيا المواصفات اللي بده يشارك في الأبطال كثير صعبة، بدنا شوية وقت لحتى نرجع لوضعنا الطبيعي إن شاء الله في ظروف معينة. صحيح. ولحنا هلأ غير حاضرين غير بهالبطولة حاليا. على كل حال نتمنى أن يعود الوضع الطبيعي لكرة القدم السورية كما كان، ونشارك بدوري أبطال آسيا، وكل توفيق مرة ثانية لفريق الوحدة وفريق تشرين أيضا بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. الكابتن ماهر السيد رئيس نادي الوحدة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. كابتن هشام.